في استوجهات سيادتكم بإجراء تجارب استرشادية للشبكة الوطنية بمحافظات المرحلة الأولى لإقليم القناة، فقد تم بنجاح تنفيذ التجارب بمشاركة كافة الجهات المعنية من خلال تلقي بلاغات المواطنين والاستجابة لها بغرف العمليات التخصصية وإدارتها بمركز السيطرة الموحد بالمحافظات، حيث جرى خلال أبرز الأنظمة والتطبيقات التي وفرتها الشبكة الوطنية لصالح الجهات الحكومية، وتم تنفيذ تكامل الدائرة الصحية بين هيئة الإسعاف والهيئة العامة للرعاية الصحية والربط اللحظي والآلي بينهم، والذي يضمن وصول المصابين إلى المستشفى المختصة في أقل زمن ممكن ومتابعة كافة الوظائف الحيوية لهم من داخل عربة الإسعاف. وفي هذا السياق تم تنفيذ الربط بمنظومات البترول والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والتضامن الاجتماعي والموارد المائية والري والمنظومة الجيوميكانية بمحافظتي الإسماعيلية وبورسعيد كمرحلة أولى لتحقيق الاستجابة ورد الفعل أثناء الطوارئ والحوادث والسيطرة اللحظية على العناصر الميدانية، واستعراض المنظومات المتاحة بالجهات الحكومية المعنية وتكاملها من الشبكة الوطنية لتحقيق أقصى استفادة منها، ومحاكاة إدارة مجموعة من الحوادث بمحافظات إقليم القناة بالإضافة إلى محافظة الأقصر في توقيت متزامن ومتابعتها من مركز السيطرة الإقليمي بالإسماعيلية. فخامة الرئيس السادة الحضور، وفي إطار تعميم مراكز السيطرة على باقي محافظات الجمهورية، قامت الوزارة بمشاركة فريق العمل المكلف بتنفيذ زيارات ميدانية وعقد مؤتمرات بالمحافظات لتحديد المطالب اللازمة لإنشاء مراكز السيطرة الموحدة للشبكة بالمحافظات وتسليم التصميمات لعدد 15 محافظة جاري تنفيذهم ووضع مخطط زمني للانتهاء من الأعمال الإنشائية لتلك المراكز، حيث بدأت بعض المحافظات بالفعل في إنشاء تلك المراكز. وهنا تجدر الإشارة إلى أن استكمال إنشاء وتجهيز مراكز السيطرة الموحدة الثابتة والمتحركة بالمحافظات وتجهيز غرف العمليات التخصصية للجهات المعنية وكذا تجهيز العناصر والأطقم الميدانية بمعدات وأجهزة الشبكة يحقق الهدف الأسمى للشبكة، وهو حوكمة الخدمات المقدمة للمواطنين وقياس أداء الإدارات المحلية والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين.